في مناسبة الإسراء كانت الناس معتادة أنه كل ما جت مناسبة الإسراء يطلبوا الناس محاضرة في الإسراء محاضرة. وكانت الناس اليوم يعني أنشط من اليوم، يبدو لأسباب كثيرة، ما كانش في فضائيات، ما كانش في إنترنت، ما كانش فكان الناس تهتم كثير في مناسبة الإسراء بمحاضرات. طيب هذه السنة أعطيناهم محاضرة في الإسراء، طب واللي بعدها شو بدك تقول؟ واللي بعدها شو بدك تقول؟ بمعنى إنه هذه الآيات نظر فيها سنوات طويلة اللي هي آيات سورة الإسراء. أذكر واحد مرة بيقول متى هذا اللي بيحصل إنها بتزول؟ متى؟ قلت أنا شعر القرآن ما قال متى، القرآن ما قال إن متى، كيف نعرف يعني متى؟ لحد ما يوم سنة 1992 وقعت تحت إيدي محاضرة للأستاذ الراشد، والراشد مشهور محمد أحمد الراشد، مش هيك؟ صاحب كتاب الرقائق والعوائق والمسار والمنطلق وصناعة الحياة، وله كتب كثيرة، عراقي هو، وهذا مش اسمه محمد أحمد الراشد يعني، المهم يعني قصدي في أسماء أحيانا مستعارة، المهم معروف الرجل الآن موجود أطال الله في عمره. طيب معطي محاضرة حول النظام العالمي الجديد، كانت طالعة موضوع النظام العالمي الجديد، وهذه المحاضرة مفرغة مكتوبة، فعم بقرأ في المحاضرة مفرغة، وإذا به بعطي مبشرات الرجل. شو بقول؟ باختصار إنه طبعا هو يبدو إنه في سنة 48 كان واعي، يعني ممكن يكون عمره 11 سنة أكثر أقل شوية. بقول إنه لما أعلن عن قيام دولة إسرائيل، بتعرفوا أعلن عن قيام دولة إسرائيل هون 15/5/1948، كانت بقول كانت النجارة في بغداد، هذه النجارة إيش؟ يهودية كبيرة عجوز، فدخلت البيت عند أمي تبكي. طب فأمي بتقولها ليش أنت بتبكي واليهود فرحانين؟ اليهود فرحانين على إيش؟ على الدولة. فقال سمعتها بتقولها إنه هذه الدولة وجدت لذبح اليهود، يعني ما قالها ذبح اليهود، وراح تدوم 76 سنة، راح تدوم 76 سنة. فأنا لفت انتباهي، قلت طب امرأة عجوز تقول هذه الدولة لذبح اليهود، تحليل سياسي، ممكن تحليل سياسي، مش هيك؟ هذه مؤامرة هيك، تحليل سياسي، لكن 76 معناته ممكن يكون في عندهم نبوءة جماعة. طب وإذا عندهم الجماعة نبوءة احنا نصدق يعني؟ لا، لكن القرآن ايش يقول؟ وآتينا موسى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. فيفترض النبوءة وين تكون موجودة؟ في التوراة، ضروري تكون التوراة محرفة كلها، إذا تحرفت كلها معناته مش هي. شو معناته محرف؟ هو وفي عليه زيادة وفي منه نقصان، تمام؟ معناته ممكن النبوءة تكون موجودة وعندهم محللينها وعارفين إنها راح تدوم سنة 76 سنة. قلت طيب ممتاز، إحنا ما منصدق أصلا بنبوءاتهم، ولكن ممكن يكون نبوءة صحيحة، لأن التوراة فيها صح، فيها حق وفيها باطل البشر، مش هيك؟ قلت إذن ممكن تكون هذه سامعة من الحاخامات. طب نفحص إحنا، إذ نفحص القرآن، إذا في القرآن موجود معناته بيستحق الأمر الاستمرار. طيب أول نظرة في الموضوع ما يلي: 76 يفترض تكون قمري، 76 خلينا نصدقها أول شيء، 76 يعني قمري. ليش؟ لأنهم هم بتعاملوا بالشهر القمري، اليهود على فكرة بتعاملوا بالشهر القمري، وكل 3 سنين بيضيفوا شهر مشان يظل السنة الشمس القمرية مع الشمسية، بحيث تيجي أعيادهم في المواسم، تيجي أعيادهم في المواسم، فبيعملوا إشي اسمه نسيء، بيلعبوا يعني برضو النسيء، مشان مش زينا إحنا رمضان بيجي بالصيف وبالشتاء وبالخريف، لا هم بيعملوا نسيء، كل 3 سنين بيضيفوا قمري، يعني 74
شمسي يعني 74 شمسي، ما هو 76 قمري 74 شمسي تقريبا، تقريبي برضو. طيب طب كيف بدنا نعرف الآن؟ احنا بدنا نفحص في القرآن، بما انه كان قبل بسنتين في موضوع الإعجاز العددي طالع، معناته صار في خبرة في ايش؟ في العدد القرآني. إذن كان لابد من مقدمة معرفة الإعجاز العددي كمقدمة عشان نستطيع ندخل لهذا الكتاب اللي هو تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، أصلا هذا التعقيب عن النبوءة، وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب لاحظوا، أتوقف شوي وأذكر موضوع سورة الكهف. قصة الكهف 18 آية في سورة الكهف، سبق قلنا أنه السورة هي سورة 18 في ترتيب المصحف، وكم من آية قصة الكهف 18. طيب أم حسبت أن هاي بداية القصة لعند قول الله ولبثوا في كهفهم، شو الجواب بعد ولبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9، يعني قديش؟ 309. عند الكلمات أم حسبت أن حتى توصل ولبثوا في كهفهم، تتفاجأ إنه بعد كهفهم شو في الكلمة رقم 309. الكلمة رقم 309 تأتي بعد كهفهم، معناته بعد كلمة بعد جملة ولبثوا في كهفهم شو بيجي؟ 300 سنين وازدادوا 9، وشو بيجي؟ الكلمة 309. فكان إذن هذا بدل على إنه ممكن مرات الكلمة ترمز إلى سنة، ممكن الكلمة ترمز إلى سنة. هايو 309 كلمة، 309 صدفة في القرآن، فيش صدفة، هذا في كتابك أنت في صدفة، في الله كتاب الله كله مراد. يعلم الله ولا لا يعلم؟ يعلم، بيعلم في كتابه ولا ما بيعلمش؟ بيعلم، بيصدف في كتاب الله شيء؟ لا يصدف. كتبنا بيصدف؟ ممكن يصدف في كتبنا. طب ليش الله سبحانه وتعالى، على فكرة نظرنا في هذه المسألة هذه بالذات 309 ونتج عنها كتاب اسمه لتعلموا عدد السنين والحساب 309، لتعلموا عدد السنين والحساب 309، هذا الآن موجود الكتاب، نتج عن هذه الملاحظة لحالها، بس مش موضوعنا هذا الكتاب، مش موضوعنا هذا. قلت لنفسي خلينا نفحص في سورة الإسراء. قبل ما نفحص، 1948 زائد 74 سنة 2022، شو كانت على فكرة 1948؟ كانت 1367 هجري، 1367، 1367 زائد 76 قمري 1443. إذن إسرائيل ممكن حسب هالعجوز اللي سامعة بتزول 2022 أو 1443، يعني ما هن أصلا 2022 بيلتقوا مع بعضهن، 2022 مع 1443 بيلتقوا أظن ب 209 يوم أصلا، يعني بيلتقوا بأكثر 2022، لأنه كل سنة ميلادية فيها سنتين قمريات، كل سنة في ميلادية فيها سنتين قمريات، مش هيك؟ حتما. ليش حتما؟ لأنه السنة القمرية أقل ب 11 يوم، فحتما كل سنة شمسية فيها سنتين قمريات، تمام؟ لكن هون 1443 و 2022 تلتقي بعدد كبير من الأيام. طيب 2022 1443، قلت ممتاز. لاحظوا الآن قلت بدي أعد عدد الكلمات على ضوء تجربتي مع سورة الكهف. 309 كلمة، 309 سنة، بدي أعد من بداية وآتينا موسى الكتاب، بديت من النبوءة وآتينا موسى الكتاب لآخر كلام في النبوءة اللي هو فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقلنا لكم إن وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين في البداية والنهاية، معناته من البداية للنهاية هاي في إشي. فبدأت أعد الكلمات، وقتها ما كانش يعني في برامج كمبيوتر تعد هذا الكلام، سنة 92. وآتينا موسى الكتاب وأنا بعد، انتبهوا الآن وهذا مهم، وأنا بعد كان في ذهني رقمين،
أو عددين يعني 2022 أو 1443 يا الهجري يا الميلادي. عد. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة الآية 104، وإذا عدد الكلمات 1443 هاي أول قضية. انتبهتوا من وين مسكت المسألة؟ طب ما هو أنا قاعد بعد وفي ذهني رقمين، أنهم رقمين 2022 1443، تيجي الصدفة يعني تعطيني 1443. طبعا هن رقمين بس، يا 2022 بعدين العدد كبير، احتمال الصدفة مش وارد، احتمال الصدفة مش وارد، عدد كبير. فإذا عدد الكلمات من أول بداية في النبوءة لعند آخر كلام في النبوءة قبل، يعني بعدين بصير تعقيب على النبوءة، 1443 كلمة. طيب، وموسى عليه السلام ايش يقول؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. خذوا من بعد هذه الآية، لانه مين المقصود فيها الارض المقدسة؟ فلسطين. في آية غيرها؟ فيش. خذوا من بعد هذه الآية 1443 آية، شو بكون؟ جئنا بكم لفيفة. اذا يلتقي هون 1443 آية بعد قوله تعالى يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تشرك، خذ بعدها 1443 آية. اذا انت في الآية 104 وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة، واذا الكلمة لفيفة هي الكلمة 1443. هون بدي اتوقف شوية صغيرة واعطيكم فكرة التالية. البشرية كانت بتكتب بطريقة معقدة جدا في يوم من الايام، حتى تم اكتشاف ما يسمى بالابجدية، واللي يعد من اعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية. ليش؟ لما الصيني بكتب ب5000 حرف رمز يعني، والياباني زيه، وبقول الصينيين اختصروها في الاخير 1500، منيح ما أولادنا يعني يحفظوا 1500 رمز. والفراعنة كنت تشوفوا برسموا رسم، لحد ما جت فكرة عبقرية مين وراءها مش موضوعنا الآن، لكن أقل شيء تقديرها قبل الإسلام ب1600 سنة، أجا واحد وضع الأبجدية 28 حرف عربي، عربي. ال 28 حرف هذول اول من اخذهم عن العرب اليونان، واليونان لحد الان شو بيقولوا؟ الفا عن الالف، بيتا عن الباء، وعن الدال شو بيقولوا مثلا؟ دلتا، وعن الجيم ايوه. وعن اليونان اخذت كثير، الى درجه انه معظم الابجديات اللي تشوفها او كلها حتى اللي في العالم الان ماخوذه عن العربي. والترتيب العربي موجود مثلا ك ال ام ان كاليمون، اللي بالانجليزي هاي ك ال ام ان شو هي؟ كاليمون. هذه مش بس موجوده في الانجليزي، وكثير لغات مرتبه ك ال ام ان. كيو ار اس تي كورشت وكورست. اي بي اب، هذه من اثار ايش؟ الاخذ ايش؟ بما فيه العبري، العبري اخذين عنا. وانا ليش بقول هذا الكلام؟ لانه في ناس ما بدروش شو التاريخ ولا بيعرفوا تاريخ هذه المسائل، بقول لك هذا الاب ابجد هوز وكذا وما فيه من جمل، هذا من اليهود ماخوذ، من اليهود، من اليهود. هذا ما بتعرفوش شيء، مش قارين شيء انتوا ولا بتعرفوا تاريخ شيء اصلا. هذا كلام، هذا كلام في الهواء. ناس ما بيعرفوش اصلا تاريخ، بيعرفوش تاريخ، وبيعرفوش انه العرب هم اللي وضعوا الابجديه، وانه كل ابجديات العالم ماخوذه عن العربيه. اللي وضع الابجديه هذا شو عمل؟ رتبها ابجد هوز حطي لعند وين؟ سخ الضغ. واجا شو عمل؟ رتبوهن ترتيب زي ما بتعرفون، والالف واحد، الباء اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره، عند الياء.
بعد الياء شو قال؟ 20-30-40-50-60-70-80-90-100 تطلع القاف 100. بعدين 200-300-400-500-600-700-800-900-1000 الغين ضغ غين 1000. هذا بسموه الآن حساب الجمل. اللي وضع الأبجدية هو اللي وضع الحساب. ليش؟ لأنها مكتملة الصورة. شو هو كيف مكتملة؟ من 1 إلى 9 أحد، من 10 إلى 90 عشرات، من 100 إلى 900 مئات، ألوف، 1000 غين مكتملة. في حين في العبري مثلا، في العبري عند كرشت 400. شو الأربعمية هاي؟ كرشت ما هو أخذوها عنا كل أكثر اللغات أخذتها عنا. أنا شفت 13 لغة ماخذ الأبجدية العربية بنفس القيم العددية، 1-2-3 لعند 10-20-30 بما في العبري. والعبري نفس الموضوع بس تنتهي عند كرشت. كرشت شهي طب الأربعمية هذه مش كاملة. وين الكمال؟ في العربي، أحد، عشرات، مئات، ألوف. هيك قصده، هيك قصده. وإلنا دراسات ثانية في موضوع. فهذا للناس اللي يقولوا إنه هذه الحساب الجمل هذا بسموه. شو اسمك مثلا؟ صبحي. الصاد 90 والباء 2 والحاء 8 والياء 10، هذا مجموعهم بسموه جمل صبحي. تمام؟ مجموعهم جمل كذا. طب ايش يعني الجمل؟ هم غالبا استخدموه في التاريخ، في التاريخ. هكذا الابنية القديمة او القبور القديمة اذا عليها مثلا قبور عليها ابيات شعر بيكون مأرخة في عبارة. لو حسبت هذه العبارة تعرف تاريخ الوفاة او تاريخ بناء بناية معينة في القدس. استخدموا في التاريخ. بعدين في بعد الاسلام ناس ولدوا اشي جديد في بعنيناش. احنا بدنا لما نزل القرآن شو كانت لغة العرب؟ كان الجمل من ضمن لغة العرب، كان الجمل من ضمن لغة العرب، وهم المخترعين اصلا. واليوم الجمل بيستخدموه في الشعوذة وبيستخدموه في الابراج وتفاصيل من هذا القبيل، وهذا بعنيناش. احنا بدنا الجمل ببساطته. لما طبقنا في القرآن قدمنا بالمقدمة التالية، لاحظوا انه طالما انه لما نزل القرآن بلسان عربي مبين، وطالما انه الجمل من اختراع العرب، وطالما العرب اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام بتكلموا في الجمل، معناته ممكن القرآن فيه. تفضلوا واذا في مئات الامثلة في القرآن معجزة كمان فيها جمل. فاللي بيقول دليلك انه الجمل موجود في القرآن موجود، في اكبر من هيك دليل؟ لما يكون في القرآن موجود شو يعني؟ شو يعني؟ يعني لو ورد حديث صحيح قال، صحيح قال في القرآن جمل، بكونش اقوى من انك تجد في القرآن مئات الامثلة في الجمل. لانك القرآن تستنطق القرآن موجود، نظام موجود، شاءوا ام ابوا موجود. تبعتوا كيف؟ طب ليش جبت الجمل؟ لانه لفيفة قديش كان ترتيبها؟ قلنا 1443، فأخذت جمل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. فطلع في مفاجأة، المفاجأة ما يلي: يا إما بتقرأها قراءة حفص أو تقرأها قراءة ورش. طبعا احنا بنتكلم عن المكتوب مش المقروء. ورش شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا، مش جينا، جئنا بكم لفيفة. وحفص شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة. وهذا اللي بتفرق عن بعض الهمزة بس. والهمزة شو قيمتها؟ 1، لأنه في الأبجدية بعطوا، عفوا في الجمل بيعطوا الألف 1 والهمزة 1، عشان هيك 28 حرف. وفي الأبجد البتاثة 29 لأنه بفرقه بين الألف والهمزة. إذن الترتيب البتاثة 29، ترتيب أبجد هوز 28، لأنهم بدمجوا بين الألف والهمزة في القيمة، بعطوا كل واحد 1. فلما حسبت بقراءة ورش: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وإذا مجموع الجمل 2022. هاي الصدفة الثانية. وإذا المجموع كم؟ عجيب. كلمة لفيفة، كلمة الآية اللي فيها لفيفة تطلع الآية 1443 من عند يقوم ادخل الأرض المقدسة، وتطلع لفيفة هي الكلمة 1443، ولفيفة هي اللي تكمل في الجمل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة 2022. طيب شو بعقب سبحانه وتعالى؟ وبالحق
أنزلناه وبالحق نزل. فسرناها هاي على فكرة فيها إيش معناها. طب ما دام بالحق نزل ليش بقول كان بكفي وبالحق أنزلناه؟ ليش هاي وبالحق نزل؟ ترجع على محاضرات وعد الآخرة في تفصيل. طيب إذا كانت كلمة لفيفة الكلمة 1343 كلمة لفيفة في النبوءة 1300 من أول 1443 معناته وبالحق شو رقمها؟ قول وراي 1444 أنزلناه 1445 وبالحق 1446 نزل 1447 مجموع هذول 5782. شو هو 5782؟ هذا التاريخ العبري في 2022. هذا التاريخ العبري في 2022. لأنه إذا بدك تعرف دائما التاريخ العبري كيف بتعمل، سنة واحد ميلادي كانت 3760 3760 واحد ميلادي 3760. الآن شو بتعمل؟ مثلا احنا ب 2013 بدك تعرف التاريخ العبري بتضيف 3760 زائد 2013 تعرف التاريخ العبري. طبعا بيغيروهم من وين؟ اخر 9 اول 10 بتغير الشهر. طيب العبري والهجري والميلادي يجتمعوا في حارة واحدة معناته القضية تستحق البحث. هذا مش دليل. هذا معناته القضية تستحق البحث. ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل 2013 المعطيات الموجودة الآن لا بك فيها لا كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كله بقول 2022 كله بقول. مش 10 ملاحظات ولا 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400 ومن القرآن. طبعا ما بيصلحش يعني هذا المقام بده شرح وتفاصيل، لكن انا الان بدي احاول ابسط بعض الامثله البسيطه مش اني اشرح الموضوع. الان موجود 3 كتب في الموضوع، في كمان معطيات اكثر من 3 كتب، كمان 3 المعطيات الموجوده بالتفاصيل كلها بتقول 2022. لأنه بعض الناس بظن انه احنا نتنبأ بالغيب، لا احنا نستقرأ القرآن فاندهشنا من موافقات، ما بنقدرش نقول 100% بيحصل. احنا ما نقولش 100% بيحصل، احنا ملاحظين في القرآن اللي هو تفصيل وكل شيء فصلناه تفصيلا موجود بشكل مدهش. كن قال لك انت بتتنبأ بالغيب، هذا نوع من السذاجة. احنا نتنبأ بالغيب ولا بنستنطق القرآن؟ الآن يقولوا لنا شو معنى هذه الأنظمة في القرآن نفسه؟ إيه؟ كيف موجودة؟ مثلا لم نترك ولا احتمال عقلي إلا مارسناه منها، وهذا اللي بدي أقوله طبعا مش موجود في الكتب، يعني بقصد بعدين أجت ولحد اليوم بيجي، لحد اليوم ومبارح. لاحظوا لما بقول لحد اليوم هذا صحيح، يعني اليوم كان في معطيات طبعا، ومبارح كان في معطيات، كل ما بحثت في معطيات بتأكد الموضوع. شوفوا الآية 1 في سورة البقرة شو ترتيبها في المصحف؟ 8. ليش؟ 7 الفاتحة 1. الآية 10 في البقرة شو ترتيبها؟ 18 من وين جبتها؟ طيب المهم، فقلنا بعد ما كان عندنا ابحاث كثيره تكتشف انه كل ايه لها موقع. يعني مثلا الايه 19 من سوره مريم لابد تكون 2269 ترتيبها في المصحف، وراها بحث كامل. هاي الايه 25 الحديد، هذه الايه 5100 في المصحف، وراها بحث كامل. الآية 27 الحج لازم تكون 2622، وراها عجائب. إذا إلها أكثر من ترتيب الآية في المصحف. طيب الآية اللي تساوي جمل المسجد الأقصى، أنت بتلاحظوا القرآن تكتب في مسجد الأقصى إيش؟ الأقصى ألف، هذه قيمتها واحد، ولو كتبت مكسورة
يعني كتبت ياء هذه قيمتها 10 هي مكتوبة الأقصى. شو جملها؟ 361. فقلنا بدنا نروح للآية 361 في المصحف ونشوف شو علاقة جملها بالفتوحات الثلاث. أني ثلاث؟ 636 عمر بن الخطاب، وكانت 15 هجري، 1187 صلاح الدين وكانت 583 هجري، و2022 بتكون 1443 إن حصل. تمام؟ في ثنتين بنعرفهن وواحدة بنعرفهاش. وإذا جمل الآية 361 التي تساوي جمل المسجد الأقصى، جملها مجموع الأعداد التالية: 636 فتح عمر، 1187، 2022. ممتاز. على طول على طول رحنا لوين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شو أخذنا بعدها؟ بعد هذه الآية 361 آية المسجد الأقصى، 636 فتح عمر، 1187 فتح صلاح الدين، لآخر المصحف قداش بقي؟ قولوا أنتوا 2022. هذه ملاحظة واحدة، انتبهتوا؟ 2022 بتكرر بتكرر بتكرر. طيب انتوا بتعرفوا على فكرة صحيح الآية اللي قرأت لكم إياها، هاي اللي قرأتها: وجعلنا الليل والنهار آيتين. شو ترتيبها في المصحف؟ شو ترتيبها في المصحف؟ لتعلموا عدد السنين والحساب اللي تعقيب على النبوءة. شو ترتيبها في المصحف؟ اجمع الأرقام التالية: 15 فتح عمر، 583 فتح صلاح الدين، 1443. مجموع هدول هو ترتيب الآية: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ترتيبها في المصحف الفتوحات بالهجري: 15 583، 1443. طيب الكلمة 301، عفوا لحظة، الكلمة 361 في سورة الإسراء، الكلمة 361 في سورة الإسراء، شو يعني 361؟ المسجد الأقصى. الكلمة 1063 في سورة الإسراء، شو 1063؟ الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كل واحدة من هدول شو علاقتها بجملها؟ نيجي للأولى، الكلمة 361 اللي هي في داخل سورة الإسراء، شو هي؟ تبذر. شو جملها؟ 1302. 1302 ايش هو 1302؟ 1302 هو الذي باركنا حوله فلسطين. معناته ترتيب الكلمة 361 مع جملها: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين. طب كلمة 1063 الذي باركنا حوله شو جملها؟ جملها يساوي الفتحين 15 583، مع بعضهم شو يساوين؟ 1443 هجري، جمل هجري. طيب نأخذ من نهاية المصحف، من نهاية السورة، من نهاية سورة الإسراء، الكلمة 361 من عد الكلمات من النهاية، من نهاية سورة الإسراء، شو بطلع ترتيبها؟ 1196. شو هو 1196؟ هجري فتح صلاح الدين. مشهور انه صلاح الدين وانت فتح 27 رجب 27 7 583 هجري، لما اخذتها بالعكس. طيب لما نأخذ هذيك بالعكس، بعدين اخذنا كلمة ثالثة في داخل سورة الإسراء، وعلى فكرة هذا بحث هائل، اللي هو شو هي الكلمة الثالثة؟ 1424. شو هو 1424؟ مجموع المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الكلمة هاي ترتيبها مع جملها له علاقة ولا؟ بيطلعوا الفتوحات كلها، كل الفتوحات، فتح عمر، فتح صلاح الدين، الفتح اللي جاي ميلادي وهجري، الكلمات الثلاث هاي، وأحيانا بالتفصيل، لأنه الفتح الوحيد اللي بنعرفه بيومه، اللي بنعرفه بيومه هو فتح صلاح الدين. ولعلمكم اليوم اللي دخل فيه صلاح الدين اللي بنعرفه 100% كان يوم جمعة، 100% بنعرفه كان يوم جمعة، 27 7 583 هجري، 1187. عارفين شو مجموع هذا؟ كمان مرة، 27 7 583 هجري، 1187. عارفين مجموع هذا كم؟ 2022. يعني صلاح الدين وهو يدخل كان يحدد 2022،
صلاح الدين الأيوبي من سنة 636 ل 1187 551 سنة. طب من 1187 ل 2022 كم؟ 835 سنة. الفترة الأولى 551، الثانية 835، الثانية زادت عن الأولى كم؟ زادت 284. شو 284؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي دخل يوم جمعة 12/1187 ميلادي، الجمعة 12/1187 ميلادي، المجموع 1443. بشكل تفصيلي بمعنى لاحظوا 636 1187 2022 شو علاقتهم ب 15 و583 و1443؟ يعني اخصم هدول من هدول شو بضل؟ المسجد الاقصى 1443. طب المسجد الاقصى 1443 ضيف له كلمه هجري بصير 2022. شوفوا 50 60 ساعه وانتم تسمعوا مثل هذا الكلام كله بيعطيك تفاصيل الفتوحات كلها بالتفصيل والاسماء. لكن بعض الناس 100% هالكلام. طبعا هذا انا شو قصدت اليوم اختم بهذا، لانه كثير ناس بيقولوا لا منين بنجيب 2022؟ منين بتجيب؟ لو لاحظوا فقط اعطي مثال واحد، احنا مترجمين كتاب 2022 قبل تطويره، يعني هو بسيط وساذج، قبل تطويره مترجمينه الانجليزيه لانه الان تضخم كثير، ها مترجمينه الانجليزي. واحد بعث لنا رساله يوم من الايام بيقول انا اسمي توم، عمري في الستينات، متقاعد كاثوليكي امريكي، بعد احداث سبتمبر دخلت على الانترنت فقرات كتاب الارهاصات في الاعجاز العددي الارهاصات. قال انا متاكد الان بعد ما قرات كتاب الارهاصات بالانجليزي برضو، انا متاكد انه القران هو كلمه الله. طيب رد كرر الكتاب، احنا مترجمين كتاب 2020 بالانجليزي برضو موجود على الصفحه، الكتاب بسيط، بقول انت كيف بتقول انا مسميه الكتاب هيك زوال اسرائيل 2022 ميلادي نبوءة ام صدفة رقمية؟ هل هو تفسير للنبوءة القرآنية ام مصادفات رقمية؟ انا بدريش جوا الكتاب بقول لا اقول انها نبوءة ولا اقول انها ستحصل. ريتشارد توم عفوا هذا توم جوز جده ريتشارد توم بيبعت يقول كيف انت بتقول مصادفة؟ هذا بصدفش، هذا بصدفش. بعد ما قرأ وشو قرأ؟ قرأ البحث لما كان في بداياته 1992-93 طبعا هذا البدايات، لكن من يوم هذا اليوم معطيات هائلة كافية لو بفهمها أكبر ملحد عنده إنصاف على طول بيعرف أنه هذا كلام الله. برد أقول أولا إحنا مش بنقول 100%، ناس سألوني يعني قديش الاحتمالات، والله 95-97-98% بس، أما بقولش 99-100%. أه؟ ليش؟ في عندك إشي مذهل بده تفسير، إذا ما حصلتش آه. ولعلمكم كل المتغيرات اللي بتحصل الآن على مستوى العالمي والهزات الاقتصادية اللي بدت وتجربة الغرب لكل قواه في أفغانستان والعراق وغيرها واللي بيحصل الآن، هذه مقدمات كانت منتظرة ولكن مش عارفين كيف. فلذلك القضية يبدو مش مطولة، بس مش تركنوا 100%.